بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قلب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين الثاني من أغسطس 2021. القهوة أصبحت مشروب عالمي يشربها الناس في كل أنحاء العالم. القهوة البرازيلية والبن معروف عنه أنه في اليمن وفي البرازيل وفي إثيوبيا وما إلى ذلك، لكن في السودان أمر القهوة أصبح مختلفا. أولا، القهوة في السودان تسمى بالجبنة. يتحلق الناس حول نسوة يصنعون القهوة حتى يسترزقوا منها، فيعد مشروب القهوة والذي يسمى جبنة كما قلت يضاف إليه مسحوق الجنزبيل ويقدم بالسكر أو بدون السكر، ويقدم بالحليب الباودر أو بدونه. أدمن الناس هذه الجلسات ليشربوا ويحتسوا القهوة. تجد بائعات القهوة في أماكن مختلفة من أسواق السودان، نرى عدد كبير من الناس هنا وهناك في حلقات حول بائعات القهوة يشربون ويستأنسون ويتحدثون عن أمور حياتهم. فالقهوة كما قلت حالها في السودان يختلف، وتسمى الجبنة. والجبنة اسم لا أدري أصله، لكن مشروب القهوة هو الذي يسمى الجبنة والتي تصنع من البن. كل السودانيين في كل مدن السودان يحتسون القهوة ويشربونها ليل نهار في أوقات مختلفة وشتى. هذه مشاهد من الخرطوم والسوق العربي. أنا الطيب رحمة جريمان أحييكم، وسوف أواصل بث هذه الفيديوهات حتى أحكي لكم جوانب من الحياة الاجتماعية هنا.